الحلقة بتاعت النهاردة صراحة مفرحاني جدا، لأن كلها إيجاب، كلها نماذج إيجابية معتبرة، نماذج بتعمل خير للإنسان، ونماذج بتعمل خير للإنسان وللبلد. الفقرة دي هي حقيقة فقرة مهمة جدا لكل ستة عندها أطفال في المدارس، أو مش أطفال يعني، حتى يعني أي حد ولاده لسه في المدارس. ليه بقى؟ الفقرة دي ضيفي فيها راجل بيحب بلده جدا، واهتم بقضية مهمة جدا جدا، هي قضية التعليم. أنشأ مدرسة، مش مدرسة عادية، مش مدرسة لغات عادية يعني، لا، مدرسة متخصصة بشكل معين، هو هيتكلم عنه أكتر. وأنا فرحت جدا جدا لما عرفت إنه يعني هو مش الجزء اللي هو اختاره بتاع الستيم اوكي، ستيم عشان كنت بقراها ستيم، عشان طبعا عبيطه انا عارفه ستيم يعني بخار، فانا مش فاهمه ستيم. موضوع الستيم ده في مدارس بتعمله على استحياء كده، ايه حته صغيره. هو عنده المدرسه نظام الستيم ده من اول ما ابنك بيدخل لحد ما بيتخرج، وعنده تقريبا 2000 حد بيدرس هذا نظام الستيم. حاجه، بصوا، حاجه تشرف الحقيقه، وحاجه تفرح ان راجل مصري مهتم جدا بالمساله دي. والحقيقه هو بيتكلم، يعني انا سالته حاجه، بتفضل بتتكلم عربي كويس ولا هتتعبني وهتخليني اضطر احاول اتكلم انجليزي غلط، فهتضحك. قال لا ان شاء الله هتكلم كويس. معاه بقى كمان ايه، مفاجاه ليا انا شخصيا، فرحت جدا 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 لما شفتها، بس ما فرحتش قوي لما عرفت هي بتعمل ايه، لان انا عايزاها تبقى زي ما هي معانا. هنتكلم دلوقتي معايا ومعاكم الاستاذ جمال احمد، مدير مدرسه افي انترناشونال سكول. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. ومعايا بقى مين تاني، النجمه الكبيره، كبيره مقاما، مش سنا، هي صغنطوطه خلاص، انا اشتغلت معاها وكده حاجه زي قريده كده 18 سنه، قمر وفتاه احلام اجيال كتير جدا جدا، ممثله انا لما شفتها قلت لها مالك قلبتي كده بقيتي شبه الممثلات الاجانب، شكلك بقى امريكاني كده ليه؟ يعني في ممثلات وعاصي بشوفهم شبهها، بس انا مش فاكره اساميهم او مش عارفه اساميهم، شبه. يا نورهان ازيك؟ حبيبتي شكرا يا نشوى. مش شكرا. طبعا جدا. اسمح لي اكلم مع نورهان الاول، مع انها صاحب الحكايه، بس لا 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 طبعا. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه اساسا؟ انت ممثله، قولي للناس حضرتك جايه النهارده بصفتك ايه؟ حاضر. انا طبعا يعني حبي للفن كبير جدا، ولكن عندي طاقه كبيره مش عارفه اطلعها على قد السوق والدنيا ما بتسمح. فمن حوالي 10 سنين كده فكرت ان انا اباس، او ان انا يعني انقل خبرتي وحبي للفن للاجيال الجديده وللاطفال. واشتغلت شويه مدرسه اطفال انجليش الاول، لانه ده تخصصي، انا خريجه اداب انجليش. وبعدين بعد شوية قلت طب ما أعمل الحاجة اللي بحبها، وأخلي حبي للأطفال اللي أنا باخد منهم طاقة إيجابية يجتمع مع حبي للفن. ودرست إزاي أدرس فنون المسرح كلها للأجيال الصغيرة، وخدت الحمد لله شهادة في تدريس فنون المسرح وشهادة في الإخراج المسرحي من سويسرا في الانترناشنال بكالوريا، وده نظام تعليمي من احدث النظم التعليميه في مصر، احدث من الامريكان ومن البريتش. مهما تعملي ومهما تقولي مش هغفر لك انك يعني بتعملي الكلام ده، ومش عايز يعني التمثيل، عايزين تمثيل الاولويه. اكيد حضرتك خدت الشهادات دي. أكيد. لكن كمان استاذ جمال احمد، جمال مدير المدرسه، رئيس مجلس اداره ايفي انترناشونال سكول، خدك مننا. لا يا فندم. طب حضرتك من فضلك انا عايزه برضو الناس تتعرف على حضرتك اكتر، كلمنا عن نفسك وفكرة المدرسة، حضرتك يعني علاقتك بالتعليم ايه، وليه قررت تعمل مدرسة، ونظام الستيم كلمني عنه. ربنا يبارك فيك. اولا انا بشكر مدام نورهان بجد يعني على المجهود اللي هي بتحطه، لان هي ده بتحاول تخلق اجيال بتؤمن بالفن وبتحاول تغير جيل كامل. وانا بشكرها على الوقت اللي هي بتحطه، لان ده وقت يعني ما يقدرش يعني باي حاجه ممكن حد يقولها لاي حد. وبشكر والدي، يعني فكره التعليم بترجع لوالدي الله يرحمه، انه كان بيبني مدارس ويتبرع بيها للدوله. فده الفكره. الله، ثانيه واحده، لا ما تعديهاش كده. يعني والد حضرتك
كان بيبني مدارس وبعدين يديها للدوله تبرع. بالظبط ده صحيح. من سوهاج الله يرحمه ويحسن اليه. من سوهاج الوالد. اهل الصعيد الكرم كله. ربنا يبارك. الله يبارك في حضرتك. فهو ده الجزء. فبدات حياتي في جامعه القاهره، في اشتغلت في جامعه القاهره جامعه طنطا 6 اكتوبر، وفي 97 قررت اسافر امريكا واستقرت هناك. فالتعليم ومصر يعني طبعا قريبه جدا من قلبي، ودايما ببص ايه اللي احنا ممكن نقدر نعمله عشان نغير من الوضع بتاع مصر على الصعيد العالمي، ونوفر فرص على عمل بحيث انه مصر تقدر تتنافس على المستوى العالمي. فالتعليم دي الحاجه اللي انا بعرف فيها كويس جدا. هو نظام الاستم يعني دكتور جمال هو متحمس له لانه ما فيش في مصر اي مدارس خاصه بتعمل بنظام الاستام، الانترناشونال اديوكيشن بوجه عام ما فيهوش نظام الاستام. في امريكان وفي بريتش وفي انترناشونال بكالوريا، لكن ما فيش. لكن ما فيش. طب انا عايز اعرف حضرتك طبعا بالتعليم، شكرا ليك، لان التعليم ده قضيه قوميه اللي سياده الرئيس كمان مهتم بيها جدا من فور تولي سيادته اداره البلاد، هو خط التعليم والصحه دول اولويات. فاهتمام حضرتك بالتعليم شيء عظيم ورائع ونشكرك عليه، لانه انت وارثه من الوالد وخدمه بلدك وارثها من الوالد. بالظبط. لكن فكره نظام الاستم، احنا عارفين الامريكان، عارفين النظام الانجليزي اللي هو الاي جي. الستم ده عباره عن ايه؟ حضرتك اولا الستم هو جزء، احنا بنقدم نفس الشهاده اللي هي الامريكان دبلوما، بس الستم هو طريقه. طبعا في مس في سوء فهم فهم عند بعض الناس على ان مش هو درس شويه تجارب ولا معامل. الستيم بيعلم الطالب بطريقه انه بالتجارب، بيتعلم نفس الماده العلميه ويروح يطبقها في المعمل. بس الستيم عشان ينجح زي الطفل الصغير، عشان اول ما يجي بيتعلم يمشي بيقع بيقف فبيتعلم. الستيم بياخد الطالب بيعلمه في كل حاجه، ازاي يحل مشاكل. فهو ده الطريقه اللي بيتعلم بها الطالب. فالطالب بعد ما يتخرج من ثانويه عامه بيبقى تعود ازاي يتعامل مع المشاكل الحقيقيه بتاعت الحياه. انا بقى كأم ثانيه واحده، اولا الصفحه موجوده قدامنا، كل الناس اللي عايزه تصور التواصل ازاي يكون مع المدرسه بعد اذن حضراتكم حطوا لنا بقى اهي للتواصل مع المدرسه عن طريق الفيسبوك، وفي اعتقد تليفونات كمان في تويتر، التواصل عن طريق فيسبوك. من فضلكم صوروا بالموبايل عشان مش هتلحقوا تكتبوا، عشان لو عايزين تتواصلوا مع المدرسه وتقدموا لاولادكم فيها. طيب، وده عن طريق تويتر برضو نفس طريقه التواصل. طيب انا بقى كأم، انا فاهمه في النظام الامريكاني وفاهمه في النظام الانجليزي، وعارفه لما يتخرج من ثانويه عامه النظام الستيم ده جديد، هل وزاره التربيه والتعليم يعني عامله له اعتبار وعامله له؟ انا عايزه اقول لك معلومه كمان، انه في مدارس حكوميه في مصر بتعمل بنظام الاستم، بس حاجه جديده. دي بس من اولى ثانوي، بتبدا من اولى ثانوي، وبيكون التنسيق فيها صعب شويه. يعني بيتقدم للمدرسه مثلا 18000 طالب كل سنه، بيقبلوا منهم 2000 على مستوى الجمهوريه. وبيبقى باديه بس في المراحل الاخرانيه. يعني في مدارس حكوميه بتعمل استم بس من ثانوي. انا عندي صديقه ليا ابنها كان، هي التنسيق بتاعها عامل زي الشرطه كده، صعب جدا. صعب. فكان ابنها يا عيني هيموت ويدخلها، وبيسموها في مصر بشكل سطحي يعني كده مدارس المتفوقين. مش سطحي ده. يعني قصدي هي، انا قصدي انه الاستم اعمق من كده يعني. ماشي اوكي. لكن مدرسة حضرتك اللي هي آي في بتعمل الستيم ده من امتى بقى؟ مش من ثانوي، من كي جي. يعني من اول ما ابني او بنتي يدخلوا، فانا بعودهم على نظام الستيم عشان لما يطلعوا في ثانوي تبقى المسألة سهلة، بيجيب درجات عالية. بالظبط ده صحيح. تمام. بيجيب درجات عالية، وبيخليه يعرف يتعامل مع المشاكل، بيخلي الطالب يقدر يعرف يتعرض لحاجات مختلفة في حياته بحيث انه يقدر يقود حياته. يعني مش بس بديهم تعليم، لا ده انا بديهم تربية شخصية. ده صحيح. فبكون شخصيتهم، فانا بقى كأم مستريحة ان انا ابني في المدرسة بتتكون شخصيته، دماغ يعني بيتعامل سيستم ودماغ يقدر. والله العظيم دي حاجه حلوه قوي، يعني تربيه وتعليم بقى. ايوه، هي ستيم اختصار لساينس تكنولوجي وماثيماتكس انجينيرنج، لان هم بيبقوا مهتمين اكتر بالامور الهندسيه دي. وكمان بيبقوا عايزين الولاد يتعلموا ده
من خلال حلول كرييتيف مش التقليديه العاديه. طب انا افرض عايز ابني لما يكبر يدخل الطب، يعني هل ممكن يدخل استنبرا؟ ده سؤال، ده سؤال كويس جدا جدا. احنا بنعود الطالب يتفكر بشكل منظم، وازاي يفكر في حياته يحل مشاكل. مش كل الطلبه الموجوده في ستيم، احنا عندنا اللي هو الارت واللي هو مدام نورهان يعني بجد الدراما او الدراما، واحنا كنا بنطالب يعني انا حضرتك عندي 54 سنه، زمان وانا صغيره كان عندنا في المدارس في موسيقى وفي مسرح، انا اتعلمت يعني اشتغلت مسرح، لكن المدارس دلوقتي ما فيهاش الانشطه اللي تربي دماغك وتربي وجدانك وتطلع انسان سوي. ده صحيح. انت في المدرسه في عندك الانشطه دي؟ انا عندي الانشطه الفنيه، والمدام نورهان طبعا نورهان مسؤوله هتطلع لنا وسلاح لي بتقودها، يعني هي بتتبرع بالوقت اللي بتحطه فيها يعني كبير جدا. عندي الانشطه الرياضيه كابتن زيزو عبد الشافي وكابتن شوقي عبد الشافي بيقودوا الانشطه الرياضيه. طبعا اساتذه كبار في لعبه الكوره. بالظبط حضرتك. ايوه فندم، بس انا الاسامي دي بسمعها كتير جدا. ايوه فندم. كابتن زيزو. انا زيك بالظبط. كابتن زيزو ده زيزو حك ده عماد بيحبه جدا جوزي. بالظبط. فده يعني بعد كده الانشطه العلميه انا عندي حوالي 15 معمل، بحيث 15 معمل في المدرسه؟ في المدرسه 15 معمل. ما شاء الله. والطالب كل يوم بياخد حصه ستيم من كي جي، بيتعلم ازاي بيعمل بروجرامينج، ازاي بيعمل الكترونكس. احنا بنخلق ثقافه بحيث ان الطالب يتعود انه يفكر بشكل منظم، يتعامل مع القرن ال 21. طيب في مشكله، نورهان تليفونها مش هيبطل رن، ليه بقى؟ كل الامهات عايزين واسطه عشان يدخلوا عند حضرتك. لا مش بهزر والله، الدخول عندكم بواسطه؟ لا عشان يبقى عارفين. هو الحقيقه انا عايزه واسطه عشان ادخل ابني في المدرسه. ربنا يبارك. يعني احب اقول لك كده، مفيش نظام الواسطه ان مثلا ايه والنبي شوف لنا نورهان صاحبتك، هتتصل بيا بقى كلمي لنا نورهان عشان الواد عايز يدخل او كده. قول لي نظام التقديم عند حضرتك ازاي؟ احنا الناس بتقدم عن طريق الويب سايت، وبنعمل تقييم بالنسبه للطالب. تقييم ازاي بقى؟ افهم بقى. احنا بنعمل امتحانات، احنا بنبص على احنا نقدر ناخد الطالب ده ونطوره. احنا عندنا ثلاث مراحل، والويب سايت كمان مره اهو. احنا عندنا ثلاث مراحل من اللي هي الانترفينشن اللي احنا بنتعامل بيها مع الطالب. فاحنا بنقدر ناخد الطالب، نقدر نبني شخصيته معانا، هو ده اللي احنا بنقيسه. احنا عندنا مجموعه من الاختبارات، في جزء اختبار عملي وجزء اختبار نظري عشان نشوف مستواه ايه. لو احنا مستواه ازاي يا فندم؟ ما هو يعني برضو ما حكيت الاختبارات دي حضرتك ما يعني ما تهزروش بقى، يعني الطفل صغير هتعمل له اختبار؟ طيب لا هو بيبص ممكن مربوك مثلا، حضرتك مرتبك في الامتحان. بص حضرتك ده عشان السبيشال نيدز، في طالبه عندها سبيشال نيدز. انا في انا لسه هفتح السنه دي فاتح، فما اقدرش اخد سبيشال نيدز. انا هيبقى عندي قسم خاص بالسبيشال نيدز. تمام تمام. فدي دول محتاج انا اعرفهم. تمام. ده اللي انا محتاج اعرفه. تمام. فهو ده اللي الاختبارات اللي بعملها. تمام. وعشان احدد انا هتعامل مع الطالب يعني ازاي. يعني انت بتنتقي منهم؟ لان طبعا اكيد هيتقدموا كتير جدا جدا. وانت برضو طاقتك الاستيعابيه اكيد يعني هي محدود. مدرسه واحده بس؟ هي مدرسه واحده وان شاء الله هنبني مدرسه ثانيه. بس هي الفكره انه المدارس الستام في مصر لما بياخدوا من على اولى ثانوي على طول بياخدوا فعلا المتفوقين بس اللي هم جاهزين لده، ولكن في حتى مدارس الحكومه طبعا بتنتقي، مش اي حد. انا عايز استمي الله. بقول لك اللي كانوا متقدمين 18000 قبلوا منهم 2000. يا نهار ابيض. لكن في اي في اللي هيحصل انه الطالب اللي عنده استعداد ان هو يتطور وعنده عشان ما نضيعش الوقت معاه ويكون المكان ده لحد تاني افضل. لا بس برضو لو حد عنده بوتنشلز ان هو يكون افضل من كده احنا هنقبله، علشان ما نحسسوش ان هو انت عارفه اكيد انت عارفه اكيد المثل الشهير بتاع السمكه والارنب. انه لو جبتي سمكه وطلبتي منها تطلع على الشجره هتفضل معتقده انها غبيه طول عمرها، لكن تحط في المايه خلاص. فالكرياتيفيتي مهمه، وانه المدرس يتعامل مع الطفل بانه يشوف امكانياته هو، وهو يعني الطفل اللي يوجهه. طيب التقديم هيبتدي يعني التقديم الاول خالص هيبتدي من امتى؟ احنا فاتحين باب التقديم من دلوقتي. لمده قد ايه؟ احنا هيبقى لمده شهرين. طب يا جماعه الامهات من فضلكم صوروا تاني، هنحط تاني وسيله التواصل اهو، صوروا بالموبايل علشان تتواصلوا مع المدرسه. التقديم نقول شهر ونص بس عشان لو قلنا شهرين هيرحرحوا. ده صحيح. شهر ونص. احنا اول ناس بيخفضوا بنديهم 20% تخفيض، وبنديهم اول ناس ايه استنى اول 200 اول 200 يعني. ده حلو ده هو ده الكلام الحلو. ركز حضرتك بتقول اول 200 واحد بيقدموا. أيوة. بديهم 20% تخفيض، بيقعد معاهم لغايه ما يخلصوا، لحد ايه ما يخلصوا ايه الدراسه خالص خالص. يعني اول 200 هيبتدوا يتصلوا من النهارده. ايوه
اول 200 هيتصلوا عن طريق بنت البلد. يعني طب اقول لحضرتك على حاجه، لا استنى، انت قلتها طلعت من نيتك كده 20% خصم. ممكن يبقى 21%. ربنا يبقى حضرتك تقول للناس بتوع بنت البلد، يقول لك انا تبع بنت البلد. اوكي خلاص، اللي تبع بنت البلد يبقى 21%. خلاص اصل 1% ده ما تستهونوش طبعا، ده حاجه كويسه برضه، وعلى مدار سنين وطول السنين طول العمر الدراسه. بندي لابتوب فور فري. احنا كل طالب بتدي لهم لابتوب؟ لان كل ده في حدود 14 ل 16000 جنيه. كل طالب في المدرسه بيشتغل على كمبيوتر، لان احنا مدارس شركه مع مدارس في امريكا. دي حاجه برضو مهمه جدا ومطمناني. لما جيت اشارك في المدرسه طمنتني ان انا اشتغل، انه في جراوند، ان هم مشاركين مع مدارس هارموني في امريكا، ودول بارتنرز يعني مش بس هيشرفوا ولا حاجه، لا ده هم موجودين في كل التفاصيل. يعني ايه؟ طب المدرسين بقى اختيار بالزبط. المدرسين مش اختيار الطلبه. دي حضرتك نقطه مهمه جدا. المشاكل بتقابل معظم الناس، ازاي يجيب المدرسين اللي بيعملوا. احنا المدرسين بتوعنا اللي عاوزينهم يدرسوا الطلبه بتاعتنا ليهم مواصفات معينه. الناحيه العلميه لازم يبقى عندهم نولج واسعه، وهم متعلمين في حاجه معينه واحنا بندربهم. انا هارموني بتديني الدرس كل يوم، الدرس بتاع الطالب ازاي هو بيقيس الاداء بتاعه، والامتحان نفسه هو بيشرف عليه. فانا المدرس عندي الدور بتاعه تغير، انا مجرد بدربه ازاي يوصل المعلومه. وفي نظام موجود كمبيوتر بيشتغل، يعني ابني اللي بيدرس هنا هيبقى هو زي ابني لو راح هارموني في امريكا. بالظبط نفس المناهج. بص حضرتك، نفس المناهج، احنا الكمبيوتر بتتوصل مع بعضها عشان يشارك يعمل بروجيكتس مع بعض. حتى في امريكا بين هنا احنا مدرسه شريكه، يقدر يعمل يعني بروجيكتس معاهم. طالب ممكن يعمل بروجكت وهو هنا مع طالب في امريكا. بيسافر في الصيف، احنا شراكه كامله. هم اللي بيأهلوا كل المواد، سواء الرياضه، العلوم، الفيزياء، الستيم، الانجليش، هم اللي بيعملوا كل حاجه. سؤال برضو اخير عشان اطمن الناس، لان دي حاجه مهمه. الكلام ده معترف بيه، يعني انا ابني هيتخرج من عند حضرتك؟ ايوه. له تنسيق في الجامعات المصريه؟ ايوه عشان ده سؤال مهم جدا. اكيد يا حضرتك. دي حاجه مهمه عشان يعني. اول ما خدنا موافقه الوزاره واخدين رخصه تشغيل، بعد ما خدنا موافقه الوزاره. طب انا كده اخلي عبد الرحمن ومريم يخلفوا بقى. ربنا يبارك فيك. حضرتك ممكن تتوسط لي؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك، ده شرف كبير والله بجد. طب المدرسه مقرها فين؟ احنا على الطريق الدائري في المقطم. ده جنب بيتنا. بجد قريب جنب التجمع. احنا قريبين جدا من التجمع، من مدينه ناصر، من المعادي. لا احنا نجي لكم من اي حته حضرتك. لما يكون في مستوى مدرسه، يعني كل امل كل ام وكل اب ايه؟ التعليم الجيد لاولادهم. فحضرتك لما تعملي تعليم بالمواصفات دي ومناهج جيده، وبتربي لي كمان شخصيه ابني، مش مساله ان انت بتيجي تحشي في دماغه. هو عايز اقول لك ان اختيار المدرسين كمان بيتم بدقه جدا، يعني حتى انا نفسي اتعمل لي اكتر من انترفيو مع الامريكان. ده اللي يعمل لي. لا اتعمل لي مع هارموني. اتعمل لي انترفيو اتنين مع هارموني في امريكا. يا خوفي. وانا عشت التجربه دي مره واحده قبل كده في حياتي. اقول لك بقى في ايه؟ في هبه رجل الغراب. ازاي؟ لما كانوا بيعملوا اوديشن لمسلسل هبه رجل الغراب في الجزء الاولاني، كان انتاج سوني بيكتشرز، ودي كانت نسخه مترجمه من مسلسل اتعمل ب 12 لغه قبل كده. فانا رحت عملت اوديشن زي المبتدئين، والموضوع كان ساعتها صعبان عليا نفسي جدا. ف ماري المخرجه ربنا يمسيها بالخير، ماري ابدار، قالت لي لا نورهان ده طبيعي، هم الامريكان لازم يشوفوا، يعني هم عارفين كويس ان انت عندك تاريخ وفي نجوم هنا جم عملوا اوديشن. الموضوع كان مضايقني. طيب. صعبان عليا نفسي قوي يعني. لا بس تأقلمت، لانه فعلا الواحد لازم يبقى عملي فعلا. طب انا بس عايز اسالك سؤال، للاسف الفقره خلصت، بس انا يهمني انت احلامك الشخصيه ايه للمدرسه بتاعتك؟ واحلامك لاطفالنا المصريين اللي هيبتدوا يدرسوا بشكل مختلف تماما عن اللي بيحصل. ماشي. انا احلامي بالنسبه للمدرسه انها تقدر تغير مفهوم التعليم في مصر، بحيث ان تخرج طالب يتعامل مع المستوى، مع تحديات القرن 21 والكمبيوتر والانترنت اللي هي موجوده، بحيث مصر تقدر تنافس على المستوى العالمي عن طريق التعليم. يا رب. ده بالنسبه لي. بالنسبه للطالب، انا عاوز اخرج طالب يقول انا عارف عاوز اعمل ايه في حياتي، انا مريت بتجارب كفايه،
تقدر تأهلني أن أقود حياتي. أنا أعرف أتعامل مع الناس التانية اللي هي أشتغل مع الناس اللي هي موجودة التانية. أنا عندي بحب حاجة وأنا عرفت اللي أنا بحبه، أنا أقدر أخد قرار بنفسي. أنا بشكرك جدا ومبسوطة أن أنا شفت حضرتك. شخص مصري وطني بيحب بلده وعايز يخدم بلده، فجاي يخدمها باستثمارات في التعليم اللي هو أهم حاجة إحنا كلنا بنسعى لها. ومن فضلك يعني ادعي لي كده ان انا ابقى جده يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. واجيب ولاد احفادي بقى ربنا يبارك يعني عند حضرتك وعند نورهان بقى صاحبتي، احنا بنعمل جوار بطوله طبعا. امال ايه؟ بتهزر. بشكر حضرتك جدا يا فندم. ميرسي جدا يا فندم. بشكر الاستاذ جمال احمد مدير مدارس اي في انترناشونال سكول، وبشكر النجمه الفنانه الجميله الممثله اللي هي يعني معشوقه الشباب في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله ربنا يكرمك وتبقي ممثلة على طول يا نورهان. إن شاء الله. دي حاجة جانبية من فضلك. الله. إن شاء الله. أنت بتشتغلي تمثيل وده الأساس. عشان بس من إيه؟ للأسف الفقرة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية، هي فقرة كمان ملهمة جدا جدا. يعني بسرعة تعالوا.